الوضعيه ما نقدرش نزيد فيها صافي، لان علاش انا ضحيت ما نكذبش عليك، ضحيت بزاف. الدراري ستاف ضحوا معايا، الدراري لعابه ضحوا بزاف. يعني ما مساكن راه نورمالمون ماتش ولا جوج تقدر تموتيفيهم على لا سيتياسيون، هذا صبروا معنا سته ديال لي ماتش تبارك الله عليهم. هما ما انا باش ما نظلمهمش، باش ما نظلمش حتى اللعابه وما نظلمش حتى الستاف، ما نقدرش نزيد في هذه لا سيتياسيون هذه الصراحه، لانه المولوديه ما نكذبش عليك هذه المدينه واخا جيت دابا بريسك 3 موا ولات عندنا علاقه مزيانه مع الناس مع الجمهور مع بغينا نعطيو فيها الصراحه والله العظيم بغينا نعطيو بزاف لهذه الفرقه، ما الله غالب هذا الشيء اللي كاين. ما كاينش ضغوطات المكتب، شوف المكتب راه حنا في تواصل، المكتب داير الجهد ديالو الله يحسن العوان، الظروف ديالهم حتى هما وهذا، انا بالعكس تنقدر الظروف تنقدر كل شيء، مي الا ما قدروش راه ما قدروش، راه بالعكس كاين تواصل، كاين الناس تيتقاتلوا هذا، ولكن شوف الظروف ديالهم هما اللي تيعرفوها، ما قدروش ما غاديش ندخل لهم في الخدمه ديالهم انا. وهذا هو الجمهور زعما الصراحه والله ما غاديش نقول له سمح لينا ولا، لانه باقي اللعب باقي الماتشات، ما ينزلوش يديهم، يبقاو مع الفرقه، يبقاو مع المولوديه، لان شوف مشى عمر ولا مشى فلان ولا جا واحد اخر تتبقى المولوديه اكبر من كل شيء. خصنا الناس ديال المدينه كاملين يتعاونوا باش هاد الفرقه ما تستاهلش باش تلعب على المراكز الاخرى الصراحه، وغادي يكون الخير ان شاء الله. تعتقد الجانب المادي هو اللي كيشكل عائق باش يلعبوا؟ لا الدراري تيلعبوا، واش شفتي الماتشات؟ الا شفتي الماتشات راه داروا داك كرون ماتش، علاش نقول لك الدراري تبارك الله عليهم برافو عليهم، الماتش الاخر الماتش الا رجعتي لي سي ديغني ماتش راه داروا دي كرون ماتش الدراري، بالعكس مساكن حاضرين الراس ديالهم وخدامين وتيترينوا وتيسمعوا الهضره وتيعطيو لو ماكسيموم في التيران. ايوا قلت لك لا سيتياسيون هذه راه باسكو ربما، ولكن شوف الدراري راه تبارك الله سون دي بروفيسيونيل، راه ملي تيدخلوا للتيران ولاد الناس رجاله ما تيبقاوش يفكروا في داك الشيء، تيدخلوا تيتقاتلوا تيعطيو افون، الا ما جاتش النتيجه تتلقاهم مقلقين، راك عارف اللاعب ملي تيدخل للتيران ما تيبقاش يفكر لا في الماده ولا في حتى شي حاجه، وهذا هو اللاعب اللي تعول عليه، هو دول الناس صراحه جروب عندي مزيان تقدر تعول عليه تقاتل معايا، ما نكذبش عليك ما غاديش ننساهم ولاد الناس. الله اعلم الحل عندهم، الحل ماشي انا ولا غندير الحل عند الاداره ماشي عندي انا. واش تقدروا نقولوا بان المشكل تاع يعني الوضعيه تاع المدرب هي المشكل الكبير اللي كيعاني؟ مشكل كبير، انا تنقول لك ضيعنا دي بوان على هذا الشيء، هذه ديسيزيون خصهم يتخادوا في البلاصه، راه ما يمكنش، وسينون كاع المدربين غادي يطلعوا يشدوا التليفون وغادي مشاو يضعوا لنا دي بوان على هذه السيتياسيون هذه، وهذا الشيء ما فهمتي زعما راه كاين دي ماتش اللي دي ديغني مينوت ولا شي حاجه خصك تاخذ دي ديسيزيون اللي يقدروا يبدلوا لك الماتش، بارفو غير الماتش الاخر راه ما تيسمعنيش لاجوان في التليفون، كيفاش غندوز انا الميساج؟ ولا جوان حتى هو داير الجهد ديالو ما يقدرش ياخذ شي حاجه يدير ديسيزيون من عنده، ما يمكنش تربوصات اش من وضعيه؟ انا ما كنتش عارف، انا لان ما كاين نزاعات مع المدرب السابق وما ما فراسيش، انا ما عارفش، انا جيت قربت الشامبيونات حتى ملي قربوا لي ماتش تنلقى هاد لا سيتياسيون، كما قلت لك خديت وعود المكتب تا هو راه داير جهده تيتقاتل باش يحل المشكل، وهذا الشيء اللي كاين تا هما راه داروا اللي عليهم، بوتيتخ ما لقاوش الحل، ما غادي نلوم حتى شي واحد، هذا الشيء اللي كاين. كنعتبروا هذا هو اخر لقاء في الوضعيه هذه؟ لا هذه الوضعيه ما نقدرش نزيد بها الصراحه، لا ما نقدرش، هذه لا سيتياسيون، كان شي حاجه اخرى مرحبا. شكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.